السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة طبعا عن تأكيد السيسي لمقولته العظيمة لا والله ما حكم عسكر. الكلمة دي طبعا قالها من زمان قوي، من أكتر من 10 سنين، أول ما طلع على الناس والناس قال لها انقلاب عسكري، قال لك لا والله ده حكم، لا والله ما حكم عسكر. إبراهيم عيسى طبعا لما طلع وقال له إيه رأيك في الناس اللي بتقول إن ده حكم عسكر، قال أنا مش هسمح لك تقول عسكر تاني. ومن ساعتها ولده إبراهيم عيسى اتقلب القلبة اللي انتوا شايفينها دي. لكن السيسي طبعا بيأكد بتصرفاته كلها ان هو لا يا جماعه والله علي النعمه ده حكم عسكر، عليه الطلاق من انتصار هو حكم عسكر بالفعل. امبارح طبعا في واقعه غريبه جدا غريبه جدا، يعني ما حدش يتوقعها سواء مصري او في اي دوله محترمه. يعني امبارح السيسي كان بيحضر كشف هيئه لتعيين بعض الموظفين في الدوله. طبعا مفهوم لو هو كشف هيئه مثلا كليات عسكريه، كليه شرطه، كليه حربيه، يعني ايا كان ده ماشي يعني عادي، ما هو في النهايه ده حكم عسكر. لا، لكن هو المعلم ايه قاعد بيختار مدنيين، يعني بيختار موظفين مدنيين السيسي. طيب والله حد هيقول لك زي احمد موسى مثلا يقول لك اول مره رئيس يحضر اختيار المدنيين علشان خاطر معناها ان احنا بنحافظ وبنفرز وبيشوف وبيعاين وبيختار والموضوع ما فيهوش ايه ومق والكلام ده. طب كويس، يعني هو رئيس مدني وبيختار مدنيين، فده حاجه كويس. السؤال هنا بقى والاهم، الصوره دي ايه حكايتها؟ يعني اللوكشه اللي قاعده، لوكشه الدبابير والسيوف والنسور والمعيز اللي على كتاف الناس اللي قاعده دي ايه؟ ما كلهم يا باشا رتب عسكريه، ايه علاقتهم بالموضوع؟ لسه برضو متاكدين ومصدقين كلامه ان هو مش حكم عسكر؟ ما الحكم ايه؟ قولوا لنا بقى ده حكم ايه؟ يعني المشهد اللي في الصوره ده قولوا لنا لما تختار موظف مدني بالشكل ده وتبقى الهيئه اللي هي في كشف الهيئه اللي هي بتختار الناس بالهيئه دي، يبقى ده اسمه حكم ايه؟ لو عرفتوا بقى اكتبوا لنا في التعليقات. سلام.